الجالية اللبنانية بأستراليا ودعت اليوم أحد أبرز وجوهها الإعلامية المرحوم بطرس عنداري أبو زياد اللي خطفوا الموت من بين أحبائه الكتار وخصوصا زوجته الحبيبة لميا زياد وأولاده زياد وعماد وزهرة آل عنداري غنوا جدية المحامية حنان. المأتم كان كبير كتير، شارك بالصلاة عن روحه عشرات المطارن والكهنة والرهبان زائد الآلاف من أبناء الجالية بكل طوائفه، لدرجة أنه كنيسة سيدة لبنان اللي بتنعد من أكبر كنائس أستراليا ما قدرت تساعد. سعادة قنصل لبنان العام الأستاذ روبير نعوم منح الفقيد درع القنصلي الفخري ووضعه على ضريحه بعد أن لقبوا بالثائر العاقل، تماما مثل ما كان أبو زياد سائر عاقل ومحب وحنون. ولأنه ابن الكلمة تطايرت فوق ضريحه عشرات القصائد فأبكت العيون وأدمت القلوب. وكان أجمل وداع لبطرس صرخة أم زياد لميا: أنت الصخرة يا بطرس، حرام تتركنا وتروح. دمعة أم زياد بكت الكل. مؤسسة الغربة الإعلامية فتحت سجل التعازي، وكانت المفاجأة انه التعازي انهالت من العالم كله، يعني بكل بقعة بالارض كان في احباب البطرس عنداري، وكأنه هالعالم صغير على بطرس. السيناتور شوكت مسلماني اتصل بمؤسسة الغربي تتزودوا بلمحة صغيرة عن فقيدنا الغالي. قام قري اللمحة ببرلمان ولاية نيو ساوث ويلز. رحيل بطرس عنداري هز الجيل. فيكن تشوفوا شو صورنا خارج الكنيسة، بس ومنحذركن من انه المشاهد محزنة كتير. اذا كان تقلبكن ضعيفة ننصحكم ما تشوفوها. يا رب يا بطرس يا دعان اسمك يا صخرة، انت صخرة عن جد. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. You are the rock. انت صخرة البيت يا بطرس، راح الصخرة. يا ويلي يا ويلي. يا بطرس
يا
يا بني ما بغير الشعر يا بني